تسمى بحلى عبارة. أوكي. بس هنا راشد، أوكي. بعيد ولا أوكي؟ لا ممتاز. طيب يا شباب، نبدا الفقرة، نبدا المسابقة. يلا يا شباب، وراكم 100 نقطة يا شباب، الفريق الفائز 100 نقطة. يا شباب يا شباب، عبد الله من عندك؟ الساحة يا شباب عشان نبدا المسابقة. ايه، الكل بياخذ تمرين بالتساوي عشان يصير فيه انصاف. اخذ تمرين قبل ما يجون عيال. يلا اوكي، بسم الله. هذا اليمين صح؟ اي هذا اليمين. هلا يا الاحمر وال الاحمر وال والازرق يمين، بس مثل ما قلنا تسحب وما تفتح. انا حك 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 فيني قبل. اي عشان كذا راشد بعد منك، بس كذا واقد ذراعها. اي جبنا اربع سلام ثلاث اصابع. ها لا، الاصبع الصغير برا. اوكي ممتاز، تسحب الوقفه هو شيء، توقف زي كذا. ايوه شوف كدا. الخط هذا خل رجل اليمين ورجل اليسار الخط كذا، الخط الابيض خل رجل اليمين الخط ورجل اليسار. اوكي بعدين وقف في نص التارجت، في نص الهدف. تعال ورا القمع اللي فيه الاسهم. لا اجيبها هنا قريب. تجيبها هنا؟ اي خليها هنا بدنك. ايوه طيب، عادي اقعد على ركبتي؟ والله ما يكون عندك توازن اكثر، لو بتوقف كذا بالشكل هذا يكون عندك توازن اكثر. عارف كيف؟ ما تقدر. ها ما راح بالضبط. راح. لا العظيم احنا اطول. راح يسعدك. كفو واحد. طيب هذه خبراتي. تلبس على الايد اللي ماسكه القوس. انت تكتب اليمين ولا اليسار؟ انا ايمن ولا يمين؟ مع شو اسمه تثبته على القوس اليسار. شوف ممتاز. اعطون جبان تبين معك وغيره. سعد الدوسري ممتاز جدا. وين الشباب؟ انا مع علي الكلثمي. انا لا مقسمين عبدان جبان. خلاص عبدان جبان معك. اوكي كم ثلاث مجموعات، كل مجموعه كان فيها لاعب. سبيكر عشان صوت لهم بس. اسحب ولا تفرط هيك. إيه. ومالك محمد. يا شباب، حمد الشهراني، معاد، سرور عند سرور الروقي، حمد اللاحب. تقرب اقرب نقطه عند عينك اليمين نهايه السلام. وليد محسن الشهاري، اسماعيل النصار، عبد الله الشهراني، احمد السعود، علي الكلثمي، فيصل بن قرب، عبد المجيد البندر، فواز. ها من اللي رايح؟ سرور راقد. الراقدين انها الحياه. نعم يا شباب يلا تكفى. سعد فيصل. هلا حياك محمد. مساك طيب. الشهراني. شلونك؟ عبد الله الشهراني. ها عاد نجيب من بقى. طيب نبدا نجرب الحين على بال. طيب من فريقك؟ عبد الله، وليد الشمري، محسن الشهاري، اسماعيل النصار، عبد الله الشهراني. عبد الله الجبان. خلاص هذا فريق الحين. خلاص بثيل هنا عشان ما نضيع. احمد وينه؟ أحمد. انتم فريق الحين؟ احنا فريق اربعه. عبد المجيد البندر. لا انا عبد الله. ست. عبد المجيد انت واحمد السعود وفيصل من قبل. روح لفيصل. سته ممتاز. من الكابتن؟ حلو. انت فيصل وانت طيب. واحمد السعود راس حربه وعلي الكلثمي فوز الشامري. وين كفو من البدايه؟ فواز بس في التسعينات. ها لا تلعب في التسعينات، خليك في النص عشان والله شوف هي تجربه ان شاء الله. طيب شباب الحين راح نبدا، بس ما نبغى احد يمر من قدام الهدف. اوكي يا شباب راح نبدا معاك، ما نبغى احد يمر من قدام الهدف لو سمحت. اوكي منين؟ اوكي راح نبدا معاك على طول. الحين تبدا تسحب ثلاث اصابع تحت السهم، شوي تحت السهم، تحت شويه هنا.
ممتاز. ايوه غير ابو فهد ان شاء الله. غير يقول شكل الشباب مو جيد. خلاص الموجودين نخليهم مجموعتين. نقسم اللي موجود. نقسم الموجودين مجموعتين. اوكي. اسحب عندك اليمين مو اليسار، عينك اليمين. ايوه قفل عينك اليسار. ايوه اسحب اقوى اقوى اقوى. ثابت بس هنا. خلي نهايه السهم في الاصفر وفك اصابعك. لما تكون جاهز فك اصابعك، لا تاخر. عشان ما تفقد التوازن اذا تاخرت. خلاص محل الفلت. اوكي. حسابات مثل ما انتم شايفين المشاهدين موجوده على الهواء، اللي بيتابعنا وحاب يتواصل معنا بعد الحلقه. لي ثلاث محاولات يعني ولا ايش؟ لك ثلاث محاولات بعدين يبدا اللي معك. يبدا اللي بعدك. يبدا الفريق الاول. هذا التمرين. لا الفريق فريق بعدين الفريق الثاني، اوكي؟ فريق فريق راح نبدا. اوكي ثابت وفلته واحده، لا تاخر. ممتاز جدا. اوكي اللي بعده خلاص عرفنا وزنيتي. اوكي هذا اخر سهم عشان يلعب ال سهم. لا راح كل فريق يلعب على لوحه واحده. اوكي وش رايك طيب الفريق الثاني يلعب معك على الهدف هذا؟ طيب اوكي ممتاز. انا معلش تو وصلت الفكره الحين. طيب ثابت. في فريق ثاني جاهز ولا؟ طيب ممتاز. اوكي اللي بعده من اللي بعده؟ خلاص يا كابتن. لا اوكي بس تنزل واقي الذراع تعطيه لل... طيب عبد الله جاهز؟ يلا جاهز. يلا بسم الله. احنا الحين نوريك فيهم. يلا معاذ عبد الله. هذه بروفات يا شباب مثل ما قلنا تجريب بس، وبعدين عاد نبدا بالحسب النقاط ان شاء الله. لا لا هذه تجرب ثلاث اسهم عشان تاخذ على الجو، بعدين نبدا التحدي. ممتاز عبد الله. اوكي تجربة هذه يعني؟ هي هذه تجربة، كل فريق بيجرب، كل لاعب يجرب ثلاث اسهم، بعدين نبدا بحسب النقاط. ساحب، عقبة. ممتاز جدا، اوكي 12. صالح صالح. صالح فريقين صالح. أربعة أربعة أربعة. فريقين. ممتاز. اسحب زيادة، اسحب زيادة، ممتاز ثابت. وفلتة واحدة. ممتاز. طيب من اللي بعد الكابتن؟ كلها جمع. طيب. اوكي يدك اليسار هنا تحت. اي اعطونا بلبس عبد الله، اعطنا واقي الذراع اللي معاك. اعطل عاوني شكله ما في الا فرقتين. 6 6 تصير؟ اي بتصير 6 6 و6 5 لان في واحد بعد اقدر اروح. طيب اوكي اذا رمسها امسكه بيدي. والله انا عارف اني قوي بس مو بهالدرجه يعني. طيب. معليش. اوكي انا اثق في قدراتك بس مو بهالدرجه يعني. انت بس خليك من ورا. اوكي ارفع ورا شوي عشان احسنت. طيب شيء يلا بسم الله. منو اللي ايسر؟ اي لك تلعب بالقوس البرتقالي هناك. عدل وقفه الكابتن، وقف زي كذا بالشكل هذا. وقف كذا. اوكي عاد ثلاث اصابع تحت السهم كلها. اوكي ممتاز. اسحب عند عينك اليمين. هذا ايدك اليسار هنا. ممتاز. اسحب اسحب عند عينك اليمين. ثابت من هنا. اوكي وفك اصابعك مره واحده، لا تاخر. بس سحبه واحده. ممتاز جدا. اوكي طيب اوكي نجيب الاسهم الحين، بس خلي خلص الفريق الثاني بعدين روح جيب الاسهم مع بعض. اوكي عشان السلامه وال... لا عادي اول رميه. اوكي انت في الهدف ما شاء الله عليك. ممتاز. نشن عليه يعني يرتد السهم. لازم نظاره شمسيه عشان لكم مره ثانيه. كابتن سوي كذا. ايه قسمت. اسحب 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 بعد بعد يعني اسحب. خلي اخر شيء عندنا اصفر. قص نوقفهم ونجيب الاسهم. لا لا خلا كملوا انتم بعدين نجيبها مره واحده. اوكي اعطنا السهم من انت. طيب الاسهم هذه ما هنا هذا فيصل. اشكر امك. بل لازم حق لبسني. ممتاز. اقعد اسمعين يا حركات. لا خلنا نجرب اخر مره. ايه اسمعنا اسمعنا نجرب وش تسوي. لا تعطينا لا تعطينا. لا لازم لازم خلنا نجربها. لا وين الصفرة؟ من هنا صح؟ ثلاث اصابع. ايوه بالشكل هذا. توقف عدل وقفتك. شوف اسحب اسحب اقوى عند عينك اليمين. اسحب اقوى بعد. اوكي ثابت هنا. ممتاز ثابت هنا. خلي نهاية السهم في الاصفر وفك اصابعك من هنا مره واحده على طول. لا تاخر. كلم بالحمراء. ممتاز جدا. اوكي شوف الروقان كذا لمسه رايقه. طيب اوكي بالله يا محسن. طيب لحظه يا شباب بس شباب. ايوه بس عشان نعرف بالضبط. طبعا الفريق الحين هذا كله تيست صح. طيب اوكي شباب عشان بس المتابعين وعشان تستفيدون انتم من الفكره الاصوات وما يكون في تداخل اصوات.
قسمنا مجموعتين يا كابتن. ممتاز. المجموعه الاولى عطنيها طيب. فريق عبد الله اللي هو عبد الله اسماعيل فواز عبد المجيد فيصل. خمسه ها؟ ايه خمسه. اوكي المجموعه الثانيه؟ فريق محمد معاذ ومحمد ومحسن ونجبان ووليد. خمسه. خمسه. اوكي. كل واحد راح يجرب منكم ثلاث اسهم، اوكي؟ الحين نجبان جرب. معاذ لعبت سهمين ولا مره واحده؟ لعبت مره واحده، لك ثلاث اسهم انت خلاص، انت الحين اللي بعدها محسوبه عليك. اوكي؟ اللي بعدها محسوبه عليك. معاذ باقي لك سهمين، اللي بعدها محسوبه عليك. انت لعبت سهم؟ باقي لك لا نجبان اول واحد جاء هو الكابتن. طيب اوكي انت الكابتن. لعبت سهمين باقي لك، لعبت سهم باقي لك سهمين، اوكي؟ برضه كابتن فواز وليد. كل واحد يجرب ثلاث اسهم وبعدين نبدا نجمع النقاط، اوكي؟ حلو. بعلمكم كيف هذا كله تيست، بعلمكم بعد شوي كيف نبدا جمع النقاط. تمام. ممتاز. الفريق اللي هنا خلصتوا شباب، من اللي جرب هنا؟ اسد. طيب يلا اوكي. صالح عند اسد يا ابو. اي والله الكل يكون ورا خط الرمايه شباب، اللي بيلعب بس هو اللي واقف على الخط، اللي ما يلعب يكون ورا خط الرمايه. طيب نجيب اسهم لا لما نخلص الفريق الثاني عشان نجيبها من بعض، اوكي؟ ثلاث اصابع تحت، ممتاز. اسحب عند عينك اليمين. اقوى اقوى عند عينك اليمين، ممتاز. ثابت وفك مره واحده. ولا تاخذها من غيري. خذها يا جسام. ممتاز جدا. اوكي. نجيب الاسهم الحين يا شباب. نبغى واحد من الفريق هذا يجمع الاسهم، واحد من الفريق هذا يجمع الاسهم، اوكي؟ واحد بس يا شباب. طبعا يا شباب برضو طريقه جمع الاسهم لها طريقه معينه تتعلق في السلامه، اوكي؟ لما تطلع السهم تحاول تطلع السهم من اقرب نقطه ضرب فيها الهدف. من هنا. ما تسحب من هنا، لو تسحب من هنا ممكن ينكسر. صح. وتسأل لما تسحب السهم تتأكد ان ما في حد وراك، اوكي؟ ممتاز. خلي في يدك، خلي في يدك اليسار لما تسحب، اوكي؟ امسك بالشكل هذا، شوف طلع السهم هنا وتمسك في يدك اليسار، شايف كيف؟ وانت راجع تخلي راس السهم على تحت عشان لا سمح الله طحت شيء تعثرت ما يرجع عليك، اوكي؟ طيب. فهذه برضه من وسائل السلامه. من اللي باقي هنا يا شباب؟ كابتن حقكم تفضل. طيب باقي لك سهمين، اوكي؟ ايه ما جرب. طيب اوكي بتلعب ثلاث اسهم. يلا كابتن يلا وقف هناك، تكفى خليك جنب الصفرة. اجيبها ما عليك. ولا محتاج. طيب ترجع ورا الخط لو سمحت. اوكي عدل وقفتك كابتن، واجهني واجهني هنا. اوكي ممتاز. عدل وسع رجولك برضو شوي. ثلاث اصابع تحت السهم، ثلاث اصابع تحت السهم هنا، ممتاز. مد يدك اليسار، اسحب عند عينك اليمين، اقوى شيء. اسحب بعد اقوى اقوى اقوى. ارفع كوعك اليمين فوق شوي. اسحب بعد شوي. ثابت. اوكي وين تبون يا عيال؟ اسحب ثابت وفلته واحده. اسحب يا محمد لا تردد. ايوه بس بسم الله. من هنا فلته واحده لا تردد. حاضرين هم. اوكي اخر سهم لك يا كابتن. يا يلا ثلاث اصابع تحت السهم. سلم عني. تحت تحت السهم، ممتاز. عدل وقف، ارفع كوعك فوق، كوعك فوق. ايوه جيب عند عينك اليمين. كيف تصوب؟ يا سلام عليك. من هنا ثابت وفلته واحده لا تاخر. ممتاز جدا. عين ما صلت النبي. اوكي من معاذ باقي لك سهمين تفضل. معاذ ترى انت ما حطيت ذي بعد. اي كل واحد يجرب ثلاث اسهم بس يا شباب. وبعدين راح نبدا بالسكور. راشد تاكد كل واحد يجرب ثلاث اسهم ها؟ عشان يكون فيه تساوي. شباب لو سمحتوا الكل ورا خط الرمايه عشان السيفتي بس والسلامه. اللي بيلعب بس هو اللي بيلعب بس هو يكون على الخط. كذا ممتاز؟ اي ممتاز. اوكي تحت ثلاث اصابع تحت شوي. تحت بعد زياده. ممتاز. اسحب سحبه واحده. اقوى اقوى. ثابت هنا بس، ممتاز. من هنا بس فك اصابعك ويدك اليسار ثابته على الهدف، ممتاز جدا. اوكي وانت فالت بس اصابعك تكون طرف الاصابع، ما تكون ما فكها كذا. اي ما تكون عميقه بس طرف الاصابع تفتح اصابعك. امسك كذا تمسك على طرف بس عشان تطلع عشان تهتز بالضبط. هذا اللي صار معك بالاخير، اهتزت فعلا كذا. اي ممتاز. فوق شوي. اسحب زياده اسحب زياده، ممتاز. ثابت خلاص من اعلى نقطه ثبات. فك اصابعك مره واحده ويدك اليسار ثابته على الهدف، ممتاز. اوكي كابتن محسن تفضل. بسم الله. اوكي امسك القوس من هنا بيدك اليسار، ممتاز. تمام. نثبت السهم بين النقطتين السوداء هذه، نقطه تثبيت السهم اسمها. اوكي ثلاث اصابع تحت السهم، ممتاز. اوكي تمام. اوكي ممتاز. ايوه بيدك اليسار ما شاء الله انت تبارك سمول سايز. طيب اسحب سحبه واحده تحت شوي. اسحب يا سحبه واحده، ممتاز. سحبه واحده سحبه واحده. خلي يدك اليسار دائما ممدوده مفروده على قدها. اصابع هذه كذا تمام بالضبط. اوكي اسحب الحين قرب هذه اقرب نقطه عند عينك اليمين. اسحب اقوى اقوى اقوى. ارفع كوعك اليمين اقوى. بعد بعد من هنا بعد بعد بعد. الفكره هي انه تكون ثابت وفلته واحده. عندما اجتمع السهم وش اسمه والقرص. ما شاء الله ضعيفه. شد لا تاخر. ممتاز. اوكي هي وصلت. من اللي باقي من الفريق هذا ما جرب يا شباب؟ بسم الله. كابتن وين الكابتن؟ جبان من الفريق وليد. وليد بس باقي وليد. اكيد
100% محصية مادية. عندك فل ما شاء الله. كابتن محمد. بالعافية. محامي تعرف. عشان كذا لازم. ما أقدر غصب عليك. طيب اسحب اسحب زيادة. قفل اليساري. ارفع كوعك فوق. اثبت هنا. ومنع نقطة الثبات. شد. أصابعك ها. كفو. الكوع لازم يكون. كفو. لازم يكون خط واحد. لا حظ السحب حقه قلت. وين جاي اسمك كله يا أوكي شو قريب الأحمر. يمين. ها؟ يمين كله صح؟ لحظة يا شباب لحظة بنقرب ما احنا نطلع لبعض اوكي؟ يمين صح؟ يعني راح نشن يسار شو لا انت غير مكان تصويبك يسار شيء عشان أيوه؟ تجي عشان تجي في النص يا سلام عليك يعجبني ذكائك ما شاء الله الله يخليك اسحب زيادة اسحب زيادة اسحب زيادة اسحب ثابت وفلتة واحدة لا تأخر ممتاز طيب اوكي راح كذا ممتاز من اللي باقي؟ وليد وليد طيب نجيب الأسهم بعدين نبدأ وليد مرة واحدة من اللي باقي هنا ما جرب يا شباب؟ كلكم جربتوا؟ خلاص راح نبدا حساب محمد التحكيم عندك أسم اوكي اسمعتك في جماعه لسم لسم مع انطر ثم يجري لا 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 اقول خلينا نجرب اقول طيب يا شباب طريقه التسجيل ذي على عشان بس تكونون في الصوره يا شباب معايا انجبان كابتن فريق لازم تكون مركز معانا عشان فريقك الحين ما يضيعون طريقه التسجيل راح تكون بالشكل هذا يا شباب اوكي الدائره هذه هنا 10 الدائره اللي داخل هذه اللي في النص اكس اكس 10 تحسب بس تحسب اكثر دقه يعني بقول لكم ايش فائده الاكس بعدين هذه 10 هنا هذه كم بعد 10 9 يا سلام عليك محسن 5 4 3 2 1 برا يفتح الله 0 اوكي فائده الاكس هنا يا شباب لما تتعادلون في المجموع العام نشوف الاكثر اكسات من الاكثر اكسات يعتبروا الفائز اوكي كل شخص يلعب 3 اسهم اوكي المجموعه الفائزه راح تحصل على كم نقطه انتهى الامر كل واحد من المجموعه الفائزه راح يحصل على 100 نقطه قابل للزياده اداره ولا قابل للزياده يا شباب يلا تستاهلون على حسب أوكي. التنظيم تشوف انت كابتن ليش على المجموعه اللي منظمه عندك منظمة اكثر اوكي طبعا انت يسار راح تختلف وقفك عن الشباب اوكي راح توقف بالشكل هذا كتفك اليمين يصير اللي هو المواجه للتارجت للهدف ويدك اليمين هي اللي ماسكه في القوس اوكي هذا ثبت بين النقطتين الحمراء هنا تحت شوي اوكي هنا تحت النقطه الحمراء ويكون هنا اوكي ثلاث اصابع تحت السهم شوف السهم ثابت هنا انت تسحب الوتر مد يدك اليمين اسحب اقوى بعد عند عينك اليسار اسحب اقوى بعد قرب اقرب شيء اوكي ثابت من هنا اوكي امشي بنهايه من اول السهم لاخر السهم خليه على الاصفر ومنع نقطة ثبات بس فك اصابعك يطير السهم على الهدف لا تاخر ممتاز اوكي يا سلامات ممتاز اوكي والله تراني تصحيني من النوم اعطاني طريقه خناقه لا في الجهه الثانيه في بعض الريش على مسافه قريبه كذا مضر على مسافه قريبه يعني ما يكون لها ضرر كبير اسحب اقوى برضه اقوى اسحب اقوى يا الغير ايوه ثابت ممتاز من هنا وفك اصابعك مره عشان يطير السهم على طول ممتاز شايف كيف بديت تقرب المره الاولى ما كنت ساحب سحبه كامله اوكي المره الاولى نص راسي على وساده داي حرام طيب اوكي بالعكس انا لبسني ابغى له هدوء وتركيز يعني توك صاحي من النوم المفروض انك ثلاث اصابع تحت السهم كل الفريقين جربوا راح نبدا بعد شوي التسجيل اوكي كل لاعب ثلاث خانات يا سلام واحد. ممتاز جدا مالك اوكي التمرين طيب خلاص راح نبدا مع بعض يا شباب الحين تبدا شباب طيب في فكره وش رايكم في الفكره انه كل واحد يتبارى مع الثاني وفي نفس الوقت تجمعوا النقاط ايش رايكم انت تختار واحد من الفريق اللي هنا بتبارى معاه انت اللي بتتحدى هل من منافس من انا حبيبي يا سلام عليك تحدي والتحدي باقي هذا الكلام في حبه خشم ولا محنيه هل القوطي المزاج تلقاه في التكان وهل السيف حدين تلقاه في الهيه خلصت يقول لك خير الكلام ما قل له ودل لا تحط براسك براسي وانت عارف خلاص يا ابو مسفر لا تنزل والميدان يا حميدان يا ابو مسفر انا خفت الميدان يا حميدان حسيت بالخوف صراحه طيب يا شباب راح نبدا في الفريق الاول اوكي مثل ما قلت لكم كل واحد يختار منافس له وفي نفس الوقت راح يكون جمع نقاط للفريق كله. اسماعيل تبغى تلعب مع مين هنا؟ اللي يقدر ينافس. تنافسه؟ ما استنى نطيح. اوكي. على كيفكم. كل واحد اختياره. تحدي نسبي. طيب راح نبدا مع اسماعيل يلا بسم الله اسماعيل اول سهم. ابدا. المسجل يبدا يلا بسم الله نبدا بنفس الطريقه اللي قلنا لكم قبل شوي. النقاط
المجموعه كلها بس نتحدى النقاط المجموعه كلها وتحدي شخصي بينكم تحدي شخصي اوكي اذا انت جاهز ابدا يا ويلو يا ويلو لا لا لازم عادي عادي اوكي يا ويلو ممتاز اكس والله هلا يلا جيب 10 اكس مش 10 ولا واحده اكس لا يلعب ثلاثه مع طول مع بعض يلا يا كابتن ضربه تدي ضربه يا ويلو عينك اليمين مو اليسار عينك اليمين ثابت لا تسحب جاي فلتة واحدة روح يا حريق ثمانية يلا كابتن يلا هي كي هي هي نفس الطريقة تسعة جيبان ثلاثة صابع تحت السهم يلا ان شاء الله روح يا حريق يلا يا محامي ثمان نقاط يلا اسماعيل جاهز جاهز سامك يا جيبان هيا 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 سبع نقاط لا 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 انت ما اعرف يلا بطل بعد منو يا ويلو يا ويلو اوكي شباب اطلع اتحمس ما في حماس اوك شوي تحمس تحت يلا وين تحدى لا لا ما اوه 10 نقاط ولا شيء ولا 10 ولا 10 نقاط ما ضرب الخط 10 نقاط فيكون لنجيبان 26 نقطة والكابتن برضه 26 نقطة 26 تعادل الطرفين ايه في المجموع النهائي يحسب الاكس الحين نبدا بالكابتن مد يدك اليسار افرد يدك اليسار خلاها ممدودة يدك اليسار هنا فواز يدك اليسار قفل فواز خلاص ارفع يدك هنا الله يرحم امك يلا اللي بعد ثلاثة تحت تحت اوكي وليد شوف شوف فكها مع بعض تحدى مع فواز يعني ولا طيب اوكي نبدا ولا ايش؟ اي جاهزين على طول ويلك يا فواز يلا فواز هيا 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 ثمان نقاط فواز ممتاز ثمان نقاط يلا وليد بطل يا ويلو يا ويلو يا ويلو ممتاز ثلاث اصابع تحت كلها كانت تحت بعد شوي تحت شوي يا ويلو اسحب زياده كذا يا ويلو يا ويلو يا ويلو يا ست نقاط هنا جانا يا ويلو يا ويلو يا ويلو برضه ست نقاط عند يا ويلو عشان نكون مع بعض اوكي بس كذا بنروح نجيب الاسم كل ثلاث كل اسحب اقوى اسحب اقوى كابتن ثابت وليد ثالثة واحدة ستة ستة وستة سبعة ووليد هنا وثمانية فواز فواز الحين لعب ثلاثة اوكي طيب نجيب الاسم نجيب الاسم خلاص لعب ثلاثة اسم اوكي لا باقي واحد لو وليد طيب لعبت اثنين طيب اوكي نلعب لعب ثلاث فواز كم لعبت فواز؟ ثلاث اسهم؟ طيب ممتاز سجلت الفواز خلاص؟ 8 6 8 طيب وليد باقي لك سهم اسحب اسحب عجيبه لو كان سحب الحراسه يا دينا يا دانا دانا ست نقاط طيب نجيب الاسهم؟ ما حد يدري مين جايب العيد نفسك عطى رياكشنات ما شاء الله عطى رياكشنات كم المجموع يا كابتن من لاعبين؟ 16 بعد ستة اسهم كم المجموع؟ فواز والله ما ندري لا عند المنظم 22 الفريق انجيبان فواز اخذ 22 ممتاز ووليد اخذ 19 ممتاز 19 حلو والمجموع الاجمالي اللاعبين اللي قبل 26 2 مجموعة 40 26 22 هذول 48 الحين اللي هو مجموعة عبد الله 26 48 8 و عبد الله 48 48 هنا حلو وهنا 30 39 45 45 ممتاز طيب شباب بعد جولتين فريق عبد الله 48 نقطة وفريق عبد الله 45 نقطة لا لا يعطونكم سعد الدوسري اللي معكم يلا هيثم نبدأ يلا أحمد جاهز اسحب زياده اسحب زياده ثابت وفلته واحده هيا 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 سبع نقاط احمد يلا هيدا البطل اسف شد نعوض احمد احمد
يلا احمد جاهز ولا مع بعض؟ اوكي يلا 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 بسم الله. طيب يا شباب لو سمحتوا شباب اللاعبين بس اللي جاهز اللاعبين بيرمون على الخط الباقيين لو سمحتوا خطوه ورا يا شباب شجع من ورا الخط معلش شجع احمد 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 ارجع ارجع هنا يلا هيثم لعب 10 ها العب 10 نقاط اي عادي اوكي ثلاث اسهم يلعبها في وقت يا سمارة سمارة يا سمارة لا تاخر محسن ممتاز 7 نقاط محسن محسن ما في زيه يلا يلا احمد ثلاث اصابع تحت بس اوكي هنا تمام هنا اوكي اسحب الحين اسحب 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 اقوى 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 طوعك فوق ممتاز ثابت فلته واحده لحظه يلا احمد 10 نقاط محسن يلا بطل جاهز نفسي ما في زيه 10 نقاط كم محسن عند بعض محسن جبتك الله يسلمك وجهك كبير من اللي بعد الكابتن احمد روق من اللي تخيل انا واحد متر يلا محسن يلا اقوى اقوى ضايعه 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 سماره يا سماره طيب يا شباب عندنا اوكي في حاله فنيه بس ملاحظه عشان تستفيدوا منها الحين ضربت على الخط تحسب 10 ولا 9 10 10 يعني على كيفك لا انت قلت اول طيب اوكي تحسب النقطه الاعلى تحسب 10 اوكي طيب من اللي بعدهم راح يلعبون معاذ ما في زيه من اللي بعد الكابتن يلا محسن لا لا على الخط زيه اربع لبست اوكي هذه 9 يا منظم معليش 10 9 7 طيب خلينا نشيل ايوه 9 بس بنفس الطريقه اللي قلت لك اوكي اي ما يا كل واحد ياخذ 9 ما عندك مشكله طبعا طيب راشد طبعا نجيب الاسم معليش نعلن النتيجه الحين طبعا فريق عبد الله فريق عبد الله 75 وفريق انجبان ومحمد 71 مخال فرق 4 نقاط الفرق يلا معاذ جاهز معاذ معاذ ينازل ينازل لا لا عبد المجيد 75 وانت يلا معاذ بطل سحبه واحده يا كينج ثابت 6 نقاط معاذ رميتها كذا سحبت زياده فطلع السهم على فوق من اعلى نقطه ثبات خلاص اسحب ووصل قريب عند عينك واثبت بعدين فلت مره واحده 9 نقاط يزداد الفارق يا شباب هنا الفريق عبد الاله شوف الكابتن المثالي كيف عبد الاله يجهز فريقه يضبط الفريق كم كم هذا بينما انجيبان ساحب على فريقه هنا شوف عبد الاله كيف مدلع فريقه ركبه بنفسهم يشجعه لا انا ما انا اعلمهم التكنيك طيب يلا نزل على تحت 8 روح الاعلى ها اكس طلعت اسماعيل على شان كذا قاعد اندف اندف خلاص عبد المجيد خلص لا باقي واحده لا تخاف منك 6 نقاط لا تنتظر اخر سام عبد المجيد اخر لا باقي لي سام عبد المجيد ايوه تمام ممتاز كم باقي لاعب هنا من ايام الزير سالم يا صلعه اسماعيل لا ركز ركز سوف اهدم صلعتك اوكي جرب بعدين نحسب عينك اي اوكي لو جاهز جاهز دوسري خلي خلي طريقه تكون بالشكل هذا اشرح لك سوف اهدم صلعتك بسم الله تخيلت صلعتك تخيلت صلعتك تخيلت صلعتك جبال عند عينك اليمين تهدم كذا اسحب زياده ارفع كوعك فوق ارفع كوعك فوق اسحب زياده بعد اسحب زياده طيب وين ما فيها هو اذا قربت هذا عند عينك اليمين تبدا تنشن عليها من هنا من نهايه السهم الى اول السهم على الاصفر وتفك اصابعك بس لازم تسحب سحبه كامله كذا ما راح يطير السهم ارفع ارفع اصابعك فوق اسحب بعد زياده اسحب ازيد اسحب زيادة. اسحب اسحب ازيد جيب عند عينك اليمين انا بشوف بس وين ابي اشوف شيء احطه عليه نهايه السهم خله على الاصفر بشوف شيء احطه عليه حطه على الاصفر النصعه وين بمسدس الاصفر ارفع كوعك فوق ارفع كوعك فوق البرتقاليه فيها ذي ارفع لا كلها كلها نفس الشيء لا فيها ذي ارفع ارفع كوعك فوق اسحب زياده اقوى
اسحب زياده اسحب زياده ثابت وفك اصابعك مره واحده نزل نزل لا صراحه ما شاء الله عبد المجيد يعني 10 10 اكس اكس 9 يعني 29 من 30 ضيفه 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 تمرين لا تحرك جسمك ورا لازم اقوى ايه هو لازم اقوى وانت ساحب دوسري لا تحرك جسمك ورا خلي جسمك ثابت واسحب يدينك بس اوكي هذه محسوبه ذي ولا نزل يدك عدي لا اه ما شاء الله اوكي كذا ممتاز لف 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 لا 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 كذا مستقيم اصابعك كذا بعد زياده اوكي بعد زياده خلي شوي بس عشان ما يتلخبط ثلاث اصابع تحت السهم ايوه تحت السهم لا تصير حولها ثلاث اصابع ما شاء الله هنا مكان ذا بس الشباب صاروا مدربين كلهم ما شاء الله هنا ها لا انا يلا شد ارفع كوعك فوق كذا ممتاز حلو زياده ثابت منع نقطة ثبات افلت مرة واحدة بس ممتاز كفو شباب لو سمحتوا بس ورا خط الرماية ها اوكي ممتاز اللي ما يرمي كل ورا خط الرماية تست لا لا لسه لسه شفت انت وازن بازن النقطة اللي ترمي عليها حاول انك تنزل وترفع اعرف وزنيك عبد الله محسوبة هذه؟ اوه 10 و9 فارق شاسع يا جيبان ودنا والله نساعدكم بس فريق والله شو اسوي يلا اسمح بس احنا فريقنا عندنا الكينج ما لعب الحين؟ لا لا حلو هذا تست اوكي خلاص ارجعها ارجعها لحظة خليك العب خلص بعدين جيب الاسهم اوكي عرفنا ما زين الله 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 فريق صدارة بس صدارة بس وين؟ صدارة بس يلا ما اتوقع عندك والله ما عاد فرق كم كم فرق كبير والله كم فرق؟ النشرة كم يا كابتن؟ كم الفرق؟ كم الفرق يا ابو؟ كم الفرق يا ابو؟ هذول 132 عبد الاله اصبر محمد 132 فريق عبد الاله اي باقي ساعه 132 نقطه فريق عبد الاله لا خلصت انا جربنا انت العب الحين نقاط احنا خلاص سعد انا بعد ابو محمد خلونا نفرح دقيقه عبد الله اند الحين اند عبد الاله مين؟ سعد سعد الدوسري يا شباب اصبر 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 اي فيصل اصبر خليه يلعب سعد طيب اوكي عشان نرتب شوي بس خلصوا هنا الفريق هذا خلصتوا لا 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 الحين طيب خل ابو محمد بين نقطتين السوداء يا سعد اوكي ممتاز سعد سوداء عد الوقفه سعد شوف وقف زي كذا قابلني في الوقفه سعد وانا خط ايوه ممتاز خل رجولك تكون بتسع اكتافك ثلاث اصابع تحت السهم هنا ممتاز مد يدك اليسار ارفع فوق اسحب سحبه واحده عند عينك اليمين بعد اقوى بعد اسحب اقوى اسحب اقوى بعد خذ انقطع الخيط لا لا ما راح اخاف انت لا تنقطع بس اسحب خلي الخيط على جنب ثابت فلته واحده لا تاخذ سمحت قفل بس من ورا ريح سمارة يا سمارة سمارة يا سمارة الحمودي ما في زيه يا الله يلا سعد نفس الطريقة سعد اوكي ابو محمد ما في زيه اسحب كمان ثابت فلتة واحدة سمارة يا سمارة لا تأخر سمارة يا سمارة ابو محمد ما في زيه تكفى حلو محمد ما في زيه يلا ممتاز تعويض جيد محمد ما شاء الله لا مالك انا الحين سعد ثلاث اصابع يلا نفس الطريقه عدل وقفتك ثلاث الحين كذا الفريقين كلهم خلصوا ولا باقي واحد اوكي سمارة يا سمارة سمارة يا سمارة صدارة بس صدارة بس الحين كم واحد لاعبين وكم واحد لاعبين؟ انا ازل لك الحين اسف يا شباب اسف لا العين تساعد النصر انا ارمي على طول نجيب الاسهم شباب نجيب الاسهم جيبان كابتن يلا بعد اذنك نجيب الاسهم 119 ولا ما في اسهم 119 كم؟ 132 طيب يا شباب النتيجة بعد كم لاعب لعب؟ خمسة بعد خمس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس طيب سادس السادس كم أجين معليش مرة ثانية؟ عبد الله 132 محمد الشهراني 119 الحين باقي الأخير فيصل طيب يا شباب محمد الشهراني بعد خمس جولات فريق عبد الله 132 نقطة 119 فريق محمد الشهراني محمد 119 يعني فارق 13 نقطة فارق 13 يعني يبغالهم معجزة عشان يفوزون عليكم هنا الفاصل يا شباب دقيقة محمد تنافس انت نافسك انا نافسك انت ما علي من الفريق والنقاط هذا انا نافسك لا يلا
روبن هود روبن هود يمشي سعيدا في الغابة وحوله الجار. خصمي ضعيف والله أقدر أرمي كذا يلا يلا أقدر أرمي خصمي ضعيف مرة يا رجل يلا يلا انزل الحين على الضيف واللي تحدى يا ويلو يا ويلو يا ويلو واللي تحدى يا ويلو يا ويلو يا ناس اسمعوني ولا لا تلوموني محمد عيوني كمو ما جابوا نزل على تحت نشوف من قريب شفت النقطه اللي اثنين عليا نزل عنا فهمت علي ايه فهمت شو كيف يربي خلاص خلاص احمد ارفع يسارك ارفع شدها وحوله الشجاع ايه عد عد مد يدك مد قربه يمشي وحيدا في الغابة شد 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 بس بس روبن هود اخر عند حدثت المعجزة صفر ما لها نقطة اخر ارجع نفس التحدي كمل فرق الحين لعبة قرب الفرق ثمانية اوكي ليش النقطة هذه ليش يا شباب ترى الفارق 8 من 10 صح؟ انت اخذت التعليمات ورميت محسوبة عادي كابتن كابتن والله اعطي واحدة مو محسوبة بس لا لا منو بس واحدة جرب قبل ابو مسر انا حطيت يدي بس اعطي واحدة جرب قبل اذا بنعطي الفريق الثاني ما يصير حطيت يدي ترى فوق هذا تعدي ابو مسر لا تعدي لا حط يدك تحت تعدي هذا تعدي ابو مسر اعطني شوي خليني ركز خليني معك شوي مد هذه شدها ايوه تمام واسحب رميت رميت انا خلصت شد 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 اكثر روح 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 هاي كلها لازم تروح ما راح تروح تنزل شد شد يا اخي انت صح بقير مره صفر مو قاعد يشد طيب يلا حماد يلا تحداني من جد ناظر باليمين مو باليسار هذا ابد ما كنت مركز انت نزل يلا يلا ممتاز 100 نقطة تتجه الفريق ال امسك دخل سبحان الله حصلت المعجزة جيبان ها كل شيء يتبدل شوف نزل عن الشيء اللي انت تحدد عليه قبل شوي كوعك فوق لا فوق فوق نزل نزل شوي سهل نزل سهل اي ممتاز جيبان شوف لوين هذا يا سلام عليك ايوه نزل شوف بيجي فالته واحدة تسع نقاط كاملة يا حبيبي يا ويلو يا ويلو يا ويلو يا ويلو يا ويلو من جانا يا ويلو خسرنا ما نعفي يا ويلو ست نقاط ناكل بالراحة خصمنا تفاحة ناكل بالراحة خصمنا تفاحة طيب نسمع خلصوا كل الفريقين الحين ست نقاط ترى هذه ترى هذا 138 لا 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 هنا كم يصبر وهذا 136 ست نقاط 138 136 136 لحظه 132 وست نقاط هذا 131 87 احد دافع لك شيء 131 لحظه هذا كم لحظه 130 قمتها انا كم خذيته بمصفر كم خذ انت اخذت 8 9 ومصفر 0 0 6 احنا تحداني لا تحدى احنا كم هذا تحدي عجل محمد تفكر وياك عشان اهزمه تفوزون ايوه كم زوده 9 كم 8 8 16 واحسب اوكي محمد بس نحسب بعد شوي معناته اوكي احسب احسب كم اوكي كم 119 زائد هذول هنا عندك 25 40 يا كابتن 25 119 لو قلنا 120 و 25 تصير 145 144 تصير لا 119 119 وزايد 9 128 و 8 137 و 8 145 اقول لك يا شيخ دقيقه اجل انا مخطئ بعد اللي فوق عندنا 32 خلاص 32 و 36 38 ناكل من الراحة ناكل من الراحة ناكل من الراحة
شباب دقيقة بس لحظة شباب خلي عيدهم ركزوا معانا يا شباب. أنا أخطيت والله ترى. طيب نراجع ما في مشكلة نراجع. ما في درجات. هذا الدرجة. نراجع يا شباب عادي. إكس 10 نراجع قبل ما النتيجة النهائية. مراجعة. زين هدوء جميعا هدوء. ما يكون أحد وراك. فزنا لا تحاول تفوز علي. ممكن أركز؟ لا أصكك بسهم. قاعد تحضر جن أنت مو قاعد تحضر. 16 17 18 20 21 25 26 30 34 35 36 37 38 39 لكس كم؟ احمد اختصر لكس 10 باقي في فرق متحديات في الاتحاد يا ابو في جوالي خلاص ايوه بس احنا نحاول نشغل القدرات العقليه لا طافيه هي لان 82 يوم كامل 20 زائد 29 زائد 8 زائد 8 زائد 6 زائد 6 زائد 8 اوكي زائد 10 حلو ممتاز زائد 9 ممتاز زائد 7 اوكي زائد 9 ممتاز زائد 10 زائد 9 زائد 7 20 زائد 20 كم 186 186 طيب والله ما تحتمل معي والله ما تحتمل فيك اللي فايز احنا فايزين تاكد لحظه شباب بس تاكد من الفريق الثاني 8 6 8 حسبنا هذه يا احمد صح؟ ايه حلو 186 اوكي؟ حل. سجل حل. بس المجموع العام عشان يا نكبه ليش؟ زين 186 مدارينا هذا فريق مين؟ فريق فريق عبد الله انتوا ايش؟ الا تغشون الا تنغش تحكيم عشان تفوزون علينا عيال لا ما احتاج طيب هنا يلا خلي يحتاج 16 9 معلش لا اسبق دقيقة بس عطني لو سمحت اللي تحت اوكي عطني لو سمحت 82 هذه الحين كل خلاص حسبنا هذه خلاص اللي تحت لا دقيقة اوكي متأكد من المرة الثانية اي تأكد اي هذا روح انت 6 0 0 9 والله يحسب الفريقين قرب يا غش في واحدة ضربتها حطيتها لا ما عليك ما عليك اوكي لا لان نقصها وقف يا سلام عليك يا عبد الله متابع معي ما شاء الله عليك لا 29 لا هنا 28 لا 28 28 شباب خلنا بس 27 28 زائد هنا احنا هنا لا وين 26 19 9 7 وين 10 ذي شباب 19 7 اوكي 16 زائد 6 وين وصلت الحين 8 16 زائد 6 16 16 زائد 6 6 اوكي 29 29 زائد 6 زائد 6 6 138 شفت حسين حسبت حاسبها مره ثانيه حسبها ما تزود احمد وخصم لا تفاحه ناكله بالراحه خصم لا تفاحه ناكله بالراحه هذا الفريق فريق عبد الله خصم لا تفاحه طيب يا شباب طيب عيال نركز بس عشان نحسب نحسب الثانية الحين طيب 32 يعني حسب في الأول ترى صحيح ممتاز اي صح ما في مشكلة طيب الفريق الثاني فريق عبد الله طيب بس هنا هذا فريق هذا طيب محمد اوكي 9 زائد 8 زائد 8 زائد 6 زائد 8 زائد 6 زائد 9 هذه؟ ايه 10 ولا اكس هذه؟ لا 9 ما بطني عورني 9 زائد 10 زائد 7 زائد 7 زائد 10 قوم متحدي 8 8 عليك يا كابتن ايش في؟ قوم متحدي زائد 7 زائد 6 زائد 10 8 انا هنا اطلعنا ارمي لي هنا 48 تعدينا يا شباب رسميا اوكي 144 ممتاز 144 قل عشان يسمعونك منهم اللي يصل من قرب طبعا محمد لا يا شباب حتى لو ما في شيء ما يجوز محمد نفس يا شباب حمزه السيد ما يجوز ترفع السكين على احد او شيء نفس الطريقه فما يجوز محمد لانه اذا صلحته بدون سهم ممكن لا سمح الله تصلحه بسهم
فريقك. طيب يا شباب، فريق انجبان هنا لو سمحتوا. تعال فريق عبد الله هنا ما قصرتوا، بيضل وجيكم صراحه، كنتوا طبعا متصدرين. خليك معي انت اللي فازوا يا شباب، معنا هنا يا شباب اللي فازوا محمد، معاذ، محسن، 100 نقطه لدرجه وليد، قبل الزياده سعد الدوسري. فريق عبد الله باذن الله بيجيكم 51. ناكلوا بالراحه خصمنا تفاحه، ناكلوا بالراحه. طيب يا شباب خصمنا تفاحه، ناكلوا بالراحه خصمنا تفاحه. ما شاء الله عبد المجيد كان رميته مميزه ما شاء الله. لا لا كمل. طيب يا شباب عشان يكون عندكم روح رياضيه، نقول الفائز مبروك، للخاسر هارد لك. هارد لك. شوف انا ما عندي اروح سلم عليهم بطقطقه. اي قلكم هارد لك وخصمنا تفاحه، ناكلوا بالراحه خصمنا تفاحه، ناكلها بالراحه. ابو مصر هذيك تحديت مش عليك جايبك عندي. فيصل طيب شباب لو سمحتوا بس نسمع كلمه من افضل رامي في الجوله. انا فيصل تفضل. كلها لازم نعجز. لا والله دقيقه. تفضل استاذ رامي. يا رجال خلاص بس شباب الصوت. اي صوت صوت يا شباب. يا حركه يا منظم. انا كنت تسكت ولا سوا في انا كنت متزحلط. انا كنت متفق يا اخو خلاص اسكت. انا كنت قل له انا كنت متفق مع محمد اني اكون معهم عشان كذا ما رميت. اسكتك على المخرج الحلو. ايش معنى اخترتك انا كبير؟ شباب واحد عنده كلمه. عبد الله محمد. طيب يا شباب وليد بيتكلم. تفضل يا وليد. بيض الله وجهكم، شرفتونا وسعدتونا. الهوايه هذه شخص وليد، والله اني اتمنى اني امارس اللعبه هذه من زمان. جيتونا المحل انا، بيض الله وجهكم، جزاكم الله خير. وفوق هذا جايبين لنا نقاط بعد، جزاكم الله خير واعذرونا على القصور. تفضل عبد المجيد. وما قصرتوا والله يسعدكم مثل ما سعدتونا. المفروض انكم دامكم تجون كان طلعتوني من التحدي، لان انا اللي فوزت فريقي يعني. لا والله كفو. المفروض انا لحالي فريق يعني عشان افوز عليهم كلهم، لكن صار اسود حق الفريق. تفضل بيض الله وجهكم. والله كانت فقره حلوه. ما قصرت الغالي، الله يرضيك. سامحونا على القصور، سامحونا اخرناكم او قبل بروفايلكم تحملتونا، وجزاكم الله خير فرحتونا. واسفين كان حصل منا شيء منا ولا استانستوا في اللعبه؟ الله يرضى. اكيد شفتكم قبل. هذيك كانت المفروض ان حق فقره ثانيه بس الوقت تاخر، لكن ان شاء الله بنعوضكم عنها ان شاء الله في المستقبل. ان شاء الله نوعدكم ان شاء الله في يوم ثاني ان شاء الله باذن الله. بدايه الله يعطيكم العافيه، والله العظيم انكم ما قصرتوا ونستونا اليوم، الله يونسكم. بصراحه والله يعني اول مره العب هذه، وبصراحه يعني اني حبيت وباذن الله اني بسجل عندك. مجربه قبل شكلي بالجوال بس زين. بالجوال طبعا فواز ترى هالمنظم الاول هنا بس، لكن تعب اليوم، فيه دخول وفيه شغله وراسه والله انه اكلن على ما قالوا علاجات. قلت انا بقوم بالواجب، انت تعال شارك مع الشباب. قال لي خذ راحتك. والله الله يسعدك يعطيك العافيه. والله انكم اسعدتونا وما قصرت والله على هاللعبه. يعطيكم العافيه. وهذا شيء تاريخي بالضبط، والمفروض اننا نتقنه بالضبط. انا بصراحه تعلمت منكم كثير اليوم. رياضه اسلاميه عريقه. هي بالضبط. وان شاء الله باذن الله بعد البرنامج لي زياره لكم. الله يحييكم. حساباتنا موجوده مثل ما اعلنا انا قبل شوي في الشاشه كانت، والله يحييكم في وقت في ميدان الاتحاد السعودي للسهام في مجمع الامير فيصل بدر الاولمبي ان شاء الله في حي المعذره. في حي المعذره بالضبط. تفضل صفقة الرجيد وبيض الله وجهكم. استاهلون بيض الله وجهكم. جمال الله حالكم. لا تشرون علينا، كان احنا استهبلنا وطيبين طلع اللعبة. لا بالعكس هذه حالاتهم. الله يبيض وجهك ويسعدك. انا اقول ما اطلع من عيال، انا منكم وبكم وانتم الله يسعدكم. اللي احنا اخرناكم من قبل بروفايلكم ولا جاء على ما قالوا الوقت معنا. طبعا قمت انا بواجب فواز نائب منظم، لكن احنا كلنا اخويا. الشباب تحمس يعني، اهم شيء تكفون لا تزعلون علينا. لا والله انكم اسعدتونا. واللي باقين نايمين تراهم يسألون تعبانين ولا مواصلين ولا عليهم على ما قالوا حوسه. والقادم افضل باذن الله. وما حلفنا الحظ باللعبه الثانيه، وان شاء الله هنا بيضنا الوجه ونبيكم والله هنا تجلسون معنا، لكن احنا مجبورين على فقره ووقت. عاد خبرك. الله يعطيكم العافيه ان شاء الله. انا اشكر والله قائدنا حمسنا وعطانا بعض التعليمات وسوي كذا سوي كذا. شي واحد نكبكم في الاخير. رامي لي السمينه. لا بنقرب افلقني اذا اعطيتك شاره من ورا. الله يعطيك العافيه. عبد الله. لا جابوه الشباب.
كلمة تعديل الله لكم. أنا قلت كلمتي بس الله يبيض وجهك. الحمد لله. وسامحونا إذا حصل منا خطأ. لا بالعكس والله. فسعدنا فيكم إن شاء الله الجايات أكثر بإذن الواحد الأحد الله يطول بعمرك. والله أنكم ستونا شكرا لكم. شكرا جزيلا. يا ليت والله إذا ما عليكم أمور يعطيكم العافية. شكرا يا شباب يعطيكم العافية شباب ما قصرت. الله يعطيك العافية سعد. الله يستر عليك موفق إن شاء الله موفق لك وإياكم يا حبيبي. الله يعطيكم العافية ويجيكم وأنا أقول شكرا يا هيثم يعطيك العافية. الله يحييكم يا شباب احنا ان شاء الله عاد في انتظاركم ان شاء الله بعد البرنامج ان شاء الله شرفونا في الميدان ان شاء الله يعطيكم العافيه يا شباب فيصل انت لازم معاد كورس خاص لازم تقوي يعني. ان شاء الله بعد البرنامج ان شاء الله هذا طيب الله يعطيك العافيه اقول صالح لازم تقوي بعدين دروس خصوصيه في الرمايه ابشر ها حالي تركت نغض حلالي وفي كل هام يا شينا وحدك شمس وفي كل هام برشفنا الز اخي انا اكبني بالتدريب يزينك بالتدريب يزينك مرتين تدربت وانت الله عندي مشكله تسوي نفسك كذا تسوي ها لا يا رجال كذا بالعاني ترى ادري راحوا تركني الحالي راحوا تركني الحالي فقدت انا حالي ما في طاعه الله لا يسقي نعاه يا حسرتي يا وجودي يا كسر قلبي وعودي عليه حزات وداعا الله لا يسقي وداعا لها الجفاء والقطاعة الله لا أسقي حبوب ارحبوا يا رجال ارحبوا ارحب بكم كلناهم ريبن هود ريبن هود قاعدة تسمع ريبن هيد ريبن متحمس قرب يتحمس شيل لسه تدري شو ضيعناه يوم قلتوا ابن قربه لا ماسك السام يمشي زايدا بالغابه حمس والله انه يوم ماسك السام يقول كذا تدري عين والله لو تشوف عمرك انك تقول كذا انا اقول لا تدري اقول لا تدري اقول لا تخيل الكلمات وانت تقتنصها لو جيت تكتب قصيده كذا ازعاج 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 ليش تدري لو انك جبت وحده بس تدري جايب اكس كم الفرق بين تدري جايب اكس انت مكرمه جايب اكس تدري جبت 10 لو ما جبت 10 كان ما فزت ما شاء الله والله عندكم اثنين نكبت ام الفريق عبد المجيد اسماعيل والله عبد المجيد اسماعيل اقسم بالله ما شاء الله تحس انهم ايش يسمون رماه مية نقطة من حسابي الخاص. اي هو عندك 100 عندك 100 نقطة. عندي الاف نقاط مو 100. خلاص يا عبد الله لك 100 نقطة. لا. وفريقك كله به 100 نقطة. لا. من حسابي.